اليوم راح نحكي عن مبادئ الترابل شوتينج. في عندنا اهم شيء البرنسيبلز للسيفتي. هلا هون انشور ذات ذا سبلاي او باور سبلاي از disconnected, i.e. no live electricity. هذا عشان to avoid the risk of electric shock. إذا هذا مهم من ناحية السيفتي. كمان من ناحية السيفتي ينحشر اشي داخل البلت بين البلت والبولي، او اذا عندي محرك بلف او بولي. روتيتنج بولي عماله بتلف، اذا واحنا شغالين اذا السيستم عماله بتحرك لازم نتاكد انه نبعد عن الاشياء اللي عماله بتتحرك، وبشكل عام الافضل انه نعزل السبلاي. ثلاثه، لما بنستعمل الاوم ميتر، الاوم ميتر بنستعمله to check. مرات بنستعمل الاوميتر حتى نفحص الكونتينيوتي، يعني اذا عندي سلك هون وسلك هون ممكن استخدم الاوميتر حتى اتاكد انه عندي كونتينيوتي ما بين هاي النقطه وهاي النقطه. فهي احد الطرق الكونتينيوتي، يعني عندي سلك بدي اتاكد انه هذا السلك، مثلا نفرض طالع عندي عدد من الاسلاك بحطهم بالالوان، لو هذا الكيبل فيه مجموعة أسلاك وأنا بدي أتأكد إنه عندي كونتينيوتي بين السلك، طرف السلك من هون وطرف السلك من هون، أحد الطرق السهلة إنه أستعمل الأوم ميتر، بس لازم يكون لما بستعمل الأوم ميتر السبلاي أوف. إذا انشور سبلاي تو تشيك كونتينيوتي. هلا هون انشور سبلاي از اوف. كمان في عندنا برنسبل مهم مرتبط في واحد، اذا طفينا السبلاي كويس انه الواحد يستعمل الفولت ميتر ويتاكد انه ما في شيء باور. اذا وانس باور از سويتشد اوف يوز volt meter to make sure the circuit is dead. ايش يعني dead؟ ما في supply. اذا لما بنطفي الباور، اذا هذول التنتين هاي النقطة مرتبطة بهاي النقطة، واحد مرتبطة هون في أربعة. الحين عادة يفضل لما بدي اعمل ترابل شوتينج، مثلا غسالة او ثلاجة او اي جهاز ثاني، افصل السبلاي، خصوصا اذا استعمل اوم ميتر. بعد ما افصل السبلاي جيد اني اتاكد انه الباور سويتش اوف، بدي استعمل فولت ميتر. فالمكان اللي انا متوقع انه فيه كهرباء اتاكد عليه، بحط عليه بتاكد انه فيش عليه سبلاي. لكن اذا كنت شغال والباور موجودة وفي محرك بلف، لازم اتاكد اني انا كلير بعيد، مثلا ما يكونش في اشياء من اطراف الملابس او شيء مثلا تنحشر ما بين البولي والبلت. مثلا اذا عندي هون بولي، هاي المنطقه خطره هون، يعني ممكن ينحشر فيها مثلا الملابس، ممكن ينحشر فيها اصبع. كمان المنطقه الثانيه اللي خطره اذا عندي دكتور، كيف ممكن ينحط فيها ملابس وهي برا الجيوب؟ برا الجيوب هون، برا ايش؟ برا الجيوب، يعني برا التانك. لا لا لا، ملابس
ملابس، اسف، ملابس الشخص اللي عماله خلاص. يعني هاي مش الملابس، لو انت عمالك بدك تشغل احيانا انت بتعمل ترابل شوتنج بتضطر انك تشغل لايف، تضطر. احنا بنفضل انه تكون السيستم اوف والسيستم اوف. اذا اضطريت انه السيستم الباور تكون اوف والمحرك عم بيشتغل وانا عمالي بتابعه، ممكن طرف الملابس تبعتي ممكن تصبعي من هون وانا عمالي بعمل ترابل شوتنج، فبدي اكون حذر جدا وانا بعمل ترابل شوتنج. راح يلف، راح يشوف في المختبر، راح يشغل هذا المحرك، راح يبدا هذا المحرك يلف، راح تشوف في الطرف هذا في خطر انه اطراف، ولذلك ما لازم ادخل على المختبر وعلى الملابس كمان موسات او صوف. ونفس الشيء هون، اذا عندي بولي، نفترض عندي بولي زي هيك والبولي هاي فيها فتحات، هذا هون ممكن يصير فيه انتراكمنت كمان لازم انتبه منه. فاي الاشياء اللي تتحرك لازم ننتبه، اذا الاشياء بتتحرك من هون بهذا الشكل ننتبه من ناحيه السيفتي.